احنا حاليا في منطقه الميدان سوق السمك، المطاعم يعني زينه فتحه والناس تقضي وعاد تاكل، والسفر اغلبيته يعني وملتزمين بالقواعد الصحيه والامور ماشيه الحمد لله وشكرا. هسه حاليا يباشرون الخدمات، والخدمات التسخيف منطقه الميدان اسعار حيل مناسبه، يعني نفر 3000 دينار جري، يعني نفر يشبع ان شاء الله، ياخذ بالبيت سفري اي نفر يكفي كيلو كيلو وربع يعني جريه، هي جريه كامله يعني حتى شبع مقبلاتها الزيتون ويا الطرشي ويا الحامض ويا المخلله. الاقبال مش هسه الحمد لله، بس اغلبيه الاقبال السفري الناس العوائل ياخذون لبيوتها، انا ورا جانيح موجوده والحمد لله والشكر الامور ماشيه الحمد لله. الاقبال حيز زين، بس الجو شويه حار، بس اقبال الحمد لله العالم عاد ترجع والحمد لله والشكر الحمد لله. يوم على يوم عايجون العالم عايسوقون، اي طبعا من جانب نيمان ومن جميع المحافظات عاد تجي هنا. والله ماكو شيء دعم، الدكاكين نحن بنيناها طبعا على ايدنا، بس السوق ان شاء الله راح يسقفون ان شاء الله وترجع الحركة إن شاء الله مثل قبل. والله هنا أساسه الحمد لله وشكر رجع بخير، العطارين رجعت، الحدادين رجعوا، هسه الشخانة شوية عاد ترجع. والله أول ما رجعنا الولد زنق علينا وأني ثاني واحد، والعالم شوية ما شافنا رجعنا وقام يرجعون. إيه الحمد لله وشكر، يعني هسه حاليا من اليسار من اليمين عجون. والله سنتي 4.5 الطيب، وعندنا مشط يعني مشط شط هذا مالتنا بخمسة، ايه وكو عيجي من الحديثة 3.5 4